تكلميني دكتور، نحب نتعرف بحضرتك. انا دكتوره منى عبد المطلب، انا استشاري بطن عامه وتغذيه علاجيه. طيب دكتور، كنا حابين نستفيد من حضرتك ونسال اكتر عن سكر الحمل، وهل بيفضل بعد كده مع المراه الحامل وممكن يتنقل للطفل ولا لا؟ هو الحقيقه نسبه السكر في الحوامل بتزيد قوي اليومين دول، ونسبه استمرار موضوع السكر معاهم بعد الحمل تقريبا 50% منهم للاسف بيدخلوا في سكر تاني بعد الحمل. عشان كده احنا لازم نتابعهم كويس قوي قوي بالتحاليل، ولازم يعني نخلي بالنا قوي اي ام حامل جالها سكر وهي حامل لازم بعد كده تخلي بالها قوي من الدايتري بلان بتاعها، او يعني من الخطة الغذائية بتاعتها، ولازم تعرف ايه الانواع من النشويات المفروض تاخدها، انها تاخد دايما النشويات المعقدة المركبة، الحاجات اللي هي فيها الحبة الكاملة، وتبعد عن السكريات والحاجات المليانة سكر، المحليات الصناعية، الحاجات دي كلها نحاول ان احنا نخلي اللايف ستايل بتاعها اكتر يعني بعيد عن السكريات البسيطة، وفي نفس الوقت اهتم قوي بالرياضة طبعا، الاكتيفيتي ليفل بتاعها لازم يزيد وهكذا. طب هي دكتور في طريقة نحاول نتجنب بيها سكر الحمل، يعني اول مثلا ما المرأة تبقى حامل تتبع حاجات معينة ممكن تتجنب بيها سكر الحمل ولا؟ هو الحقيقة طبعا الهيلثي لايف ستايل ده بيفيد المرأة الحامل والمرأة الغير حامل، بس هو عموما احنا المفروض ان احنا دايما نبعد عن الحاجة اللي بنسميها هاي جلايسيميك اندكس، يعني كربوهيدراتس اللي هي السكريات البسيطة عموما، لانها بترفع السكر بسرعة في الدم، فبتستهلك بسرعة قدرة الخلايا بتاعة البنكرياس على انها تطلع انسولين كفاية للجسم. كل ما بناكل سكريات بسيطة كتير، يعني نحط سكر كتير على الأكل، ناكل حلويات، ناكل عصاير مليانة سكريات، الحاجات دي كلها بتخلي كفاءة البنكرياس مع الوقت تستهلك، وممكن تدخلنا في الآخر طبعا لمرض السكر. زائد انه وزننا احنا يعني كتير قوي دلوقتي بتقول انه السمنة بتزيد زيادة طردية مع مرض السكر، يعني كل الدراسات بترسم كده المنحنى بتاع السكر والسمنة مع بعض، هما الاثنين بيزيدوا يعني. طب يا دكتور هل ممكن السكر يتنقل للطفل المولود؟ الحقيقة فعلا السكر ممكن يتنقل، خصوصا النوع التاني من السكر هو بيبقى يعني وراثي اللي هو بيجي في منتصف العمر ده يعني، فعشان كده دايما لما بيبقى فيه فاميلي هيستوري او فيه تاريخ عائلي انه في سكر في العيلة، لازم ان احنا نخلي بالنا من الابناء كلهم ان هم يتبعوا نظام غذائي سليم، ويتابعوا طبعا سكرهم كل سنة علشان خاطر اي زيادة او اي بس شوية عدم انتظام في سكر الدم نبدأ على طول ناخد اجراءاتنا يعني. تمام يا دكتور. طب سؤال كمان بقى، معلش يا دكتور انا تابعك معانا، كنا عايزين نعرف هل تناول السكر كتير ده ليه علاقه بالاصابه بمرض السكر ولا ده ملوش علاقه، ومرض السكر بس بيتوقف على الوراثه او زياده الوزن او قله الحركه او كده؟ لا الحقيقه هو دلوقتي تناول السكر الكتير له علاقه بالسكر وكمان امراض كتير تانية غير السكر، يعني دلوقتي تناول السكر ده الكتير او اللي هي الادد شوجرز يعني احنا بنسميها زي السكريات الفركتوز، الحاجات اللي في المحليات، العصاير، الحاجات السكر المضاف على الاكل بكميات كبيره، الحلويات وهكذا، كل ده بيدخلنا للاسف الشديد في إيرا كبيرة كده من أمراض، منها مرض السكر ومنها مرض الضغط ومنها مرض السمنة، وفي الآخر بنخش في حاجة كده اسمها يعني مشهورة قوي دلوقتي اسمها رباعي القاتل أو الميتابوليك سيندروم، اللي هو البني آدم فيه بيبقى عنده سمنة وبيبقى عنده ارتفاع في ضغط الدم، بيبقى عنده سكر وبيبقى عنده زيادة في محيط الوسط بتاعه اللي هو بنسميه الكرش يعني. فللأسف الرباعي ده احنا بنشوفه دلوقتي بنسبة عالية جدا في الناس، وكل ده ممكن نقط يعني نقلل حدوثه قوي قوي بان احنا نقلل الانتيك بتاعنا من الكالوريز من السكريات الكتير يعني. ميرسي يا دكتور جدا على وقت حضرتك. العفو، ميرسي ليكي، شكرا.